على حسب ما مرني ومن تجارب الأولين وجهة نظر ويجوز فيها الاتفاق والانقسام. اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، بعض البشر ودك حدود المعرفة معهم سلام. اصمت ولا تحرص على كثر الكلام، الصمت زين لسكوته ساتره يمكن يعريه الكلام، وإذا تكلمت احذر تكون أكثر المتكلمين، السالفة لا طولت يضعف معاها الاهتمام. ولا التواضع في حضور العالم المتكبرين، تعامل بنفس الطريقة معهم ونفس النظام، وأخلاقك وتواضعك عامل بها المتواضعين، ونصف الأدب مجاملة، جامل ولا تجامل لئام.